معاكم محمود من قناة رو لايف. عايز تتجوز بس مش عارف الطريقة، او اتقال لك 100 طريقة وسمعت حواديت كتير وممكن اشاعات كتير، روح هنا تعالى هنا، كلم الدكتور فلان ده عايش في روسيا بقى له 15 سنة، كلم وكالة فلان دي بتجوز برضو بسرعة، وانا شخصيا اتجوزت عن طريقها. واحد يقول لك انا برضو اتعلمت ودرست عن طريق الشركة الفلانية وهم اللي جابوا لي العروسة، يقعد كل واحد يحكي لك تجربته وانت تايه مش عارف تسمع مين وتسمع ايه. خلاصة الحلقة النهاردة انا هقولك ازاي تختار المصدر بتاع المعلومة، ايه اللي هيخدمك اكتر. ممكن ما اقولكش الوسيلة الانسب لان كل واحد وليه طريقته، انا مش هقدر احكم عليك او اقولك ايه الاحسن ليك لاني انا ما اعرفكش وما اعرفش ظروفك، لكن في المجمل انا هقولك تسمع من مين وتسمع له ليه وتسمع منه ايه وتسيب ايه. في بورصة الأوراق المالية في مثل مشهور بيقولك، أو مقولة مشهورة بتقولك اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر. يعني في خبر كويس عن شركة كبيرة ولا حاجة وأنت معاك الأسهم بتاعتها، بيع. خبر تاني أو إشاعة طالعة ملهاش مصدر عن نفس الشركة، أول ما تطلع الإشاعة دي وتشوفها كده ده وقت الشراء، الناس بتشتري على الإشاعة. فأنا هطبق نفس المبدأ على القصة بتاعتنا وهديك كاركتر معين مشهور قوي بالنسبة للمصريين اللي هو الشرماوي. الشرماوي يعني ايه؟ واحد من شرم الشيخ، يعني شغال في شرم الشيخ وقابلته في روسيا. الشخص ده بيبقى عنده معلومات كتير من مصر، من شرم الشيخ قبل ما يروح روسيا، عنده المعلومتين. ممكن ما ينقلكش كل المعلومات صح، ممكن يقولك اشاعات كتير، فساعتها وهو بيقولك اشاعات وحواديت ملهاش مصدر اشتري منه. اسمع، اشتري منه يعني تسمعه، اسمع كل المعلومة لآخرها ونقي بعد كده اللي على كيفك، لأنك هتسمع منه وهتسمع من غيره وتالت ورابع وكلهم ممكن شرماوية. الشرماوي عنده معلومات كتيرة جدا لا تستهين بيه مهما كان، إن شاء الله ممكن مش جامعي، مش ما معهوش ابتدائية حتى، مالكش دعوة، ده الراجل ده خبرة كبيرة جدا. وانا شخصيا بستفيد من اصحابي وزملائي اللي من شرم الشيخ ومن الغردقه، طبعا عندهم معلومات في روسيا وفي مصر، ممكن يكون لسه جاي جديد لكن لافف وداير، قابل ناس كتير، ممكن اشتغل وظيفه ناس كتير تعرفها خرتاجي، ده قابل ناس كتيره في الشارع سواء مصريين عاشوا في روسيا سواء روس سواء اوكران، بيبقى عنده خبره. فممكن بيحب يعمل حواديت او حاجه فمبيقولكش المعلومه كامله، او يقولها لك بزيادات من عنده بيحط التاتش بتاعه، اشتري منه كل كلمة بيقولها. لكن لما يبقى في خبر ساعتها تبيع له، اما يقول لك حاجة موثقة ويوري لك معلومة ساعتها تبيع له، تقول له ايه تبيع له يعني تدي له اخبارك، تقول له حالتك، تقول له بص طب انا حالتي كذا، لانه لما بيجيب لك خبر موثق معناها انها حاجة حقيقية، يعني الراجل ده ثقة، يعني تقدر تحكي له حالتك ويوصف لك التشخيص الصح. لكن لو واحد بينقل لك اشاعه، نفس الشخص الشرماوي نقل لك اشاعه، تقول له طب مصدرك ايه او مصدرها ايه؟ ما فيش مصدر. انا اسمع مثلا يقول لك الموقع ده ناس كتير اتجوزت من عليه. ناس كتير مين؟ اصحابي. ده معناها ان هو خبر بلا اقدام، ملوش رجلين تشوفه، مخفي كده طاير في الهواء، فمعناها ان دي اشاعه، فما تبيعلوش، اشتري منه بس، اسمع منه لكن ما تبيعلوش كلام. لكن زي ما بكرر لك تاني، زي ما بقول لك لو هو عنده خبر ومعلومة ووريها لك مصدرها كذا، وادي اهو ترجمة الجوجل من موقع الحكومة الروسية، ساعتها تصدقه وتبيع له معلوماتك وتقدر تثق فيه، تقول له انا ظروفي كذا كذا وعايز اتجوز انت شايف ايه، وهتلاقيه ساعدك. ده تقدر ازاي تفرق. واسمع كلام شرماوي ولا الحوجة لدكتور فاتح مكتب، مش دكتور حتى، مش لازم يكون دكتور، ممكن مش طبيب، ممكن دكتور جامعة، ممكن دكتور بيطري، ممكن دكتور سنان، ممكن أي دكتور. دكتور وما هوش دكتور، ما هو لو كان دكتور كان اشتغل في الدكتور وما كانش فتح مكتب وبدأ يبيع دعوات وياخد عمولات على موضوع الإقامات والجنسية والكلام ده. ولكن كل واحد ده رزقه. بس بنقول لك الشرماوي هيخدمك ببلاش، ممكن بعشاء، ممكن بغدا تعزمه عزومة حلوة كده وتاخد منه المعلومة التمام
حلقت دي للناس اللي ما راحتش روسيا ولا اوكرانيا لسه، او راحوا روسيا واوكرانيا وقاعدين بقى لهم سنتين وثلاثه ما عرفش يلاقي بنت الحلال. فعشان ما حدش يا ابن الحلال ياخد دماغك بعيد ويقعد يدفعك فلوس على مواقع، او يقول لك طب شوف الموقع ده والفلاني ويعرفك على بنات شمال ويقول لك دي حلوه واتجوزها وتكون دي البايره بتاعت العيله مثلا، عايز يلبسها لك ان هي قريبه مراته او البايره بتاعت العيله بتاعت مراته. فعلشان ما تقعش في الفخاخ دي كلها انصحك ان انت تسمع العقل بتاعك، انت تسمع من الشرماويه، الناس اللي هي اشتغلت وسط الناس الروس والاوكرانيين وعنده خبره ولافف وداير ومتكعبل فيهم 100 مره، وممكن خد مقالب كتير جدا اكتر من اي مقالب ممكن تاخدها في حياتك، فهو خبرته كبيره وممكن ينقل لك ما يغركش شكله. في ناس يقول لك والله شكله كده غلبان، لا ما فيش شرماوي غلبان، كلهم خبرتهم كبيره جدا بس مش متقدرين صح، هيتقدروا في يوم من الايام ان شاء الله. لكن هو هيفيدك اكتر بكتير من مكتب، من دكتور، من مهندس، من عرباجي حتى. نشوفكم في حلقات تانية، في حفظ الله، السلام عليكم.